هو اللي موجوده في ماتش الاهلي وماتش الزمالك. طب احنا معنا على الهاتف هداف نادي النصر، هداف التاريخي محمد حسن ميدو، صاحب الهدف في لقاء الزمالك. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل يا كابتن، ازي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله، تحياتي وتحيات كابتن عادل وكابتن رضا شحاته. كابتن عادل تعالى. تحياتي لحضرتك، تحياتي لكابتن الكبار طبعا. حبيبي عايز اسالك عن لقاء الزمالك، ماتش من الماتشات الصراحه اللي اداها النادي المصري اداء كويس جدا، وكان ضربه جزاء ليك في بدايه اللقاء، ونادي النصر كان شكله صراحه بشكل مميز خلال اللقاء. والله الحمد لله، يمكن احنا اتعلمنا من ماتش الاهلي. حضرتك عارف طبعا ان احنا عندنا لعيبه صغيره، لعيبه يعني صغيره في السن، الخبرات عندنا مش متوفره قوي بشكل كبير. يمكن احنا طلعنا كل الطاقات السلبيه اللي جوانا في ماتش الاهلي، فقدرنا ان احنا نعمل ماتش كويس قدام الزمالك. نعم. طيب الحمد لله طبعا على الجون، طبعا الحمد لله من فضل ربنا. يعني الناس كتير اتكلمت على ضربه الجزاء، الناس بتقول مش ضربه جزاء، بس هي ضربه جزاء صحيحه. هو يعني انت وقعت بعديها بفتره، بس هي حدث الاشتباك داخل المنطقه يعني. دي حقيقة، هي الكرة كانت طويلة وأنا من حقي إن أنا آخد ضربة جزاء. هو فعلا داس على رجليا، فهو بيحرك رجليه الشمال الثانية، بس قدرت الحمد لله إن أنا آخد ضربة جزاء. أنا يعني ما جريتش كتير، بس هو عشان بس ده على رجليا الثانية اللي هي العكسية، وبعد كده وقعت، فدي حاجة غير إرادية. ميدو بعد الهدف كان ليكم انفراد، يعني لو كنتم موفقين فيه كان هيفرق معاكم كتير. بص، ده اللي بقول لحضرتك عليه، يمكن عمار من اللعيبة الكويسة الصغيرة اللي لسه طالعة معانا في الفرقة، ولد صغير عنده 17 سنة. طبعا بتبقى لما يبقى لعيب عنده خبرة ولعيب عنده ثقة في نفسه، غير لما يبقى لعيب لسه صغير. انت عارف اللعيب ممكن يبقى اتخض لما شاف الجون بتاع نادي الزمالك، هو بيعمل ده في التمرين، يعني بينيم الجون وبيقوم الجون وبيقعده تاني. يمكن في الماتشات الرسمية بيبقى عليه ستريس، بيبقى عليه ضغط طبعا عصبي كبير، فما قدرش ان هو يستغله يعني. وخلينا ضربة جزاء تانية بعديها بتاعت حجاج عويس وما اتحسبتش. الحمد لله طبعا على كل شيء، النتيجه يعني بالنسبه لنا يعني مرضيه لحد ما. وزي ما قلت لحضرتك، الفرص احنا ما قدرناش نستغلها ان احنا نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه زي ما الاهلي بيعمل. طيب ميدو، كنتوا حاسين ان انتوا كان ممكن تتعادلوا في الشوط الثاني؟ والله بص يا كابتن، هو الماتش بالنسبه لنا ماتش الزمالك كان اسهل شويه من ماتش الاهلي. زي ما قلت لحضرتك، يمكن احنا كنا خلاص بقى، احنا ما بنبكيش على حاجه، عايزين نطلع كل اللي جوانا. قدرنا ان احنا في اول الماتش في ضربة جزاء ان احنا نخش بيها الماتش. كان الشوط الثاني كنا قادرين ان احنا نجيب جوان، وكنا بنهاجم على فكره لغايه اخر وقت، يعني الكوره اللي كانت بتجيلنا كنا بنهاجم وكنا بنشوط وكان عندنا فرص على الجون. بس زي ما بقول لحضرتك، الفرق الخبرات طبعا بين نادي الزمالك وبين نادي النصر، فده طبعا بتبقى كفه، تبقى طبعا رابحه ناحيه الزمالك اكتر مننا يعني. طيب انا عايز اسالك، هل لسه عندكم امل في البقاء في الدوري؟ بص والله اقول لحضرتك على حاجه، هو بالنسبه لموضوع الامل، هو الدنيا بالنسبه لنا صعبه، بس طبعا لازم لعيب الكوره لازم يبقى عنده امل، لازم يبقى عنده طموح ان هو يقعد، حتى لو ربنا ما كتب لناش او ما عرضناش ان احنا نبقى موجودين في الدوري، على الاقل نبقى طالعين او نزلنا بشكل كويس، يبقى بنأدي اللي علينا لغايه اخر وقت، بنجتهد لغايه اخر وقت، ودي بتاعت ربنا، سواء بقى كملنا او ما كملناش في الدوري الممتاز، دي حاجه بتاعت ربنا يعني. الماتش اللي جاي ماتش الاسماعيلي، استعدادكم ازاي؟ بقى احنا عندنا الانتاج. الانتاج ماتش الانتاج اه ماتش الانتاج فرقه متوسطه في الدوري، عملت ماتش كويس قدام الاهلي. طبعا احنا بنجهز من دلوقتي طبعا لماتش الانتاج. هو هيلاعب الانتاج، هيلاعب الاهلي. احنا سوري، الانتاج لاعب النادي الاهلي، اكيد اللي بيطلع من تشوط النادي الاهلي بيبقى عنده الضغط، اللعيبه بتاعته بتبقى مجهده، اللعيبه بتاعته بتبقى عندها ستريس، فاحنا نقدر نستغل ده ان شاء الله في الماتش بتاع الانتاج، ونقدر نعمل نتيجه باذن الله ايجابيه باذن الله. محمد حسن ميدو هداف التاريخي لفريق نادي النصر وكابتن الفريق، بشكرك شكرا جزيلا كابتن.